للحديث عن الموضوع تنضم إلينا عبر الهاتف من جدة أخصائية التغذية الدكتورة رويدة إدريس. مرحبا بك معنا دكتورة رويدة. إذا الدراسة تقول تناول الأكلات الخفيفة يغرب الإفراط في الطعام على عكس السائد أو الذي ينصح به، ما رأيك؟ أهلا وسهلا بكم. أولا أهلا بك. طبعا على حسب نوع الوجبة الخفيفة اللي الشخص اختارها. في بعض الوجبات الخفيفة تكون سعراتها الحرارية أعلى من سعرات الوجبة الأساسية، فأكيد يعني حتى لو كانت نوع من أنواع القهوة اللي مضاف لها كريمة ومضاف لها نكهات أو كراميل، هذه بتوصل سعراتها الحرارية ل 600-650 سعر حراري، وتعتبر وجبة خفيفة، بس بالأكيد حتزيد الوزن وما حتشعرك بالشبع، أو إنك تأخذ شوكولاتة أو تأخذ نوع من الحلويات اللي بتنحرق بسرعة تخليك ما تشبع وتشعر إنك تبغى تأكل بعد شوية، فأكيد هذه من الأغذية الخفيفة اللي بتسبب زيادة الوزن. لكن لو انت كان اختياراتك حاجات فيها بروتين فيها الياف تشعرك بالشبع سعراتها الحراريه قليله، هذه ما حتزود لنا الوزن، فالموضوع يتوقف على نوعيه الاختيار للوجبه الخفيفه. طيب الاكثار من الوجبات الخفيفه تلك الا يشجع على يعني اذا صحت التسميه تهيج المعده دائما لتقبل وجبات اكثر او اكل طعام بشكل اكبر؟ هو مفروض أن الوجبات الخفيفة ما تتعدى 3-4 وجبات على حسب الأشخاص. في بعض الأشخاص ما يقدروا يأكلوا كمية كبيرة في اليوم في الوجبة الأساسية، فتلاقيهم مثلا بيجيهم حرقان، معدتهم بتوجعهم، عندهم مشاكل، بيأخذوا علاجات كثير، فبيضطروا أنهم يأخذوا وجبات كثير وكميات قليل، فهذا لا بأس فيه إذا كان في حالة مرضية. لكن إذا كان الواحد ما عنده أي مشكلة صحية فثلاثة وجبات خفيفة أثناء اليوم تكون متنوعة، أقلها يكون في حصتين من الفواكه، يكون في حصة من المنتجات الألبان زي الزبادي والمكسرات ممكن إضافتها، فهذه من أفضل الوجبات الخفيفة اللي ما حتزود الوزن وتشعرنا بالشبع، إضافة إلى الوجبات الرئيسية وجبتان أو ثلاثة، صحيح؟ مزبوط مزبوط. شكرا جزيلا دكتورة رويدة إدريس أخصائية التغذية، متحدثة إلينا مباشرة عبر الهاتف من جدة.